بعدما كان الوجه الشبابي الأشهر في السينما الجزائرية، وخاصة خلال بداية الألفينيات، ومشاركته في مسلسلات جزائرية لا زالت مشهورة لحد الساعة في وسط العائلات الجزائرية، أمثال مسلسل اللاعب والامتحان الصعب. اختفى سمير عبدون بطريقة غريبة عن الشاشة الجزائرية، فلم نعد نراه أو نسمع أخباره، لكنك اليوم وفي هذا الفيديو ستشاهدون كيف أصبح سمير عبدون، وفي أي بلاد يعيش اليوم، ومن هي زوجته. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. مع نهاية التسعينيات بدأ سمير عبدون حياته كعارض أزياء قبل أن يكتشفه المخرج موسى حداد ويقدمه في أحد الأدوار البطولية ضمن فيلم ميد إن، وكان ذلك سنة 1999 لتتوالى مشاركته في العديد من الأعمال، حتى تحول في المدة الأخيرة إلى القاسم المشترك لأهم الأعمال التلفزيونية في الجزائر، كما أنه كان نجم آخر الحملات الدعائية للمتعامل التاريخي للهاتف النقال. منذ سنة 2007 هاجر سمير عبدون إلى فرنسا، والتي كان قد زارها في إطار جولة سياحية تحولت في آخر المطاف إلى إقامة غير شرعية على التراب الفرنسي، ليقوم بعدها بتسوية وضعيته لتتحول إلى إقامة شرعية، حيث أنه غاب عن البلاد لفترة 15 سنة بعد بلوغه اليوم 44 سنة. وعن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة قال عبدون للنهار: إن المنتجين والقائمين على السينما الجزائرية هم من أجبروه على التخلي عن التمثيل بسبب التهميش الحتمي وسرقة مستحقات الممثلين. وأضاف صاحب الكف الأسطوري: أن ما جعلني أهاجر لبلاد الغربة منذ 4 سنوات هو تجاهلي كممثل في بلادي لعديد السنوات رغم مسيرتي التي تجاوزت 27 سنة. تزوج سنة 2012 وهذه هي صور زفافه. وقال سمير عبدون بأنه تلقى الكثير من الكلام الذي مسه وأساء لشخصه وكرامته، وذلك بغرض إبعاده عن الوسط الفني عمدا وإطلاق ادعاءات كاذبة، حيث قال: قالوا علي هبلت، قالوا علي راني في الماريكان وهذا سبب لي ضغط نفسي. وعن بقائه في المهجر كشف عبدون: أرفض الجنسية الفرنسية لأن هجرتي لفرنسا كانت مجبرة، فقلبي محروق على بلادي. أنا اليوم في عمري 44 سنة وأعلم أن الساحة الفنية الجزائرية لا زالت لي. وختم بطل مسلسل اللعب: موت فريد الروكور آلمني كثيرا، كنت على اتصال دائم معه وأتفهم جيدا ما كان يعنيه، ونتقاسم نفس المحنة لأنني كنت أعاني في صمت وكدت أفقد كل شيء. نترككم مع صوره كيف أصبح شكله اليوم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.
لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، فجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.